تجربتكم ومرحبا بكم. نحب تصفيقة كبيرة على جمهورنا العزيز. ميرسي بوكو. كل ليلة في رمضان البرنامج اسمه أمور جميلة. مازلنا تبارك الله رغم اللي مازالوا ثقالة، مازالوا كيشقوا في طرهم وثقالة تبارك الله. صحة صحة. فوزي شنو هي الأناقة هذه؟ اليوم الأناقة يا سيدي أنا وبيا اليوم ما شاء الله. يظهر لي غالطين في فوزي الرويسي. شنو العب وجمهور معاك تكور؟ لا احلى احلى اليوم ما شاء الله. ساخر تكويره ماكل سبعه وصادق حاضر. وصادق حاضر، صادق اللي هو معناتها سبعه خمس. يا استاذ يا استاذ على الاقل انا نكور، اما خيمكم انتم ما تكوروش. هاي شنو اللي قال لك؟ انا نكور ونخسر، اما انتم لا تكوروا واخرجوا وتعسروا. على كل حال انا ورايا اليوم مع احترامي اللي مقابلني، ورايا اليوم احلى جمهور. برسمك يا اليوم تو عمل لك جوجل، انا اللي ورايا احلى جمهور هذا. نورمال انت بيه وانت لا وانت صادق وانت شنو وراك؟ انا اللي ورايا اللي قدامي. احلى جمهور، تصفيقه كبيره عليهم بيه. كيفاش كريم وين شقي فترك؟ اليوم شقيت فتره في دار عمتي. وبسام بسام معايا في دار عمتي. وبعد عملنا تحيه لولد عمه زاد شقيت فتره في دار عمتي، وبعد عملنا قهوه بحدا دار عمتي. جاء بنت عم. شكون جاء؟ شكون جاء؟ جاء معانا الصادق مبارك من دار عمتي. باهي تو من بعد عنا لعبه حلوه برشا، يلزمنا نذكرك الالعاب واحنا صغار. بني بني انت جبت على الاناقه. ريت قصينا. لا حبينا نعطيو روح اخرى للباس التقليدي، على خاطر بصراحه في تونس ثم تراجع كبير برشا بالنسبه للباس التقليدي بصفه عامه، يعني بالنسبه للعنصر النسائي ولا العنصر الرجالي، تحس يعني ثم تاخير برشا ومشينا ياسر لحاجات اخرين مع التطور احنا، لكن اللباس التقليدي قاعد ياكل في شويه عصا. ما نعرفش شنو راي الاستاذ بيا. انا دي غران كرياتور في اللباس التقليدي. انا نحب نوريكم برنوسي المزيان اللي هو من صراحه بيا. قوم قوم اليوم قوم. اي حاضر بيان سور لازمني نور. مش حاسه الزرو. ورينا الجبه زاد، ورينا الجبه، ورينا الجبه. ايش ايش يا فار واو الله 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 أناقة. أما أنت خاطر شيء واتيك، خاطر أنت معناتها فما نور. لو ثم نور بطارية أنا. لا خاطرك بلدي. لا حبينا نقولوا اللي التوانسة بالحق ما قالت بيا، والله عندنا من أحلى وأمر الخياطة في العالم العربي، فيما يخص يعني تريزتنا وما يخص جونا. لا معناتها أكثر عباد يعملوا التونسي في العالم العربي بيان سور. لا لا ما فهمتيش. لا لا ثم بلدان أخرى المغاربة عندهم خياطتهم وعندهم صارتهم وتزيري عندهم. أما إحنا في التوانسة يعني عندنا. توعدني تجيب لي سروال بلية نلبسه المرة الجاية. نعطيك تصويت. سروال بلية. ليه 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 علوش ولا بقري؟ اش معناتها توت سويت فوزي؟ لا ليه علوش ولا بقري؟ اش معناتها توت سويت؟ ليه علوش ولا بقري؟ شنو باش تعمل يا فوزي؟ ها؟ شنو باش تعمل؟ شنو توت سويت يا فوزي؟ يا قطوس. باهي نمشيو. نحب نقول لكم هذا اسم الفيز الثاني في شهر رمضان اللي خرج. اليوم راه عندها لبسه على الشاشية محلاها. خرج له الشاشية. الفيز على الشاشة اسمه توا خارج، أنتم زادة تنجموا تربحوا معانا مليون كل يوم و10 ملايين كل جمعة. شنو الشاشة؟ كسرها الشاشة. إي راه حكيتوا على الكل ما حكيتوش على الصادق اللي لابس بلغة معناها. غير مش ظاهر. مش ظاهرة في الليماج. لابس بلغة بالعدس.
صادق ولا ورينا البلغه صادق ورينا صباح والحصان هذاك مش كانوا زوزه هذا مش يكبر نعاود نذكر على الشاشه خرج اسم الفايز تحبوا تربحوا كيفو مليون وعشرة منين كل جمع ابث وحرف دوبل في على الرقم 85840 وتجاوبوا على الاسئله العشرة ملايين اللي ربحها اللي عنده اكثر نقاط كل جمعه الكود اللي موجود توا على الشاشه فيس قبل ما يهرب الكود شد مغرب 100 نقطة زايدة باش تربحوا 10 ملايين من هدايا تونيزي بوكينج 85 840 تصفيقة على 840 تحية تونيزي بوكينج نمشيو الموجود مش موجود اليوم مش نحكيو على أغرب تصرفات الصايمين في العالم العربي نعم. نبدأو في الصعيد المصري امرأة مات البطل في المسلسل يا أخي حزنت عليه ما طيبتش قلب رجلها روح من الدار قال يا مدام شبيك ما طيبتش قلب فاتر قتلوا فلان بطل المسلسل مات موجود ولا مش موجود كريم مش موجود خطر صعيدي يقتلها هي تخلص باخير عادي يقتلها مش مريم مسكرين موجودة لخاطر أنا جي معناتها ممثلة ونعرف معناتها اللي يتأثروا اللي يتأثروا برشا أنا شفت أنت مت مرة في مسلسل لا أنا شفت في مسلسل مكتوب كي لا أما أنت مت مرة لا ما متش أما شفت في مسلسل مكتوب كيفاش العبيد حتى لتوا معناتها تسألني على بيا كان طلعت السنين كان وماتوا عليك شو معناتها؟ في مسلسل معناتها شو معناتها؟ مات شكون بسبب السبب انت معناها في المسلسل شنو الاسئله؟ معناها في المسلسل شو رداء هذه؟ ترى تشوفوا موجود ولا مش موجود يا رداء؟ موجود موجود برافو به اسمعوا هذه التوب انا في بالك جديه تبدا متاثره وتبدا تسب فيها كلب ها الله لا تربحك هكاك تخول وتبدا بالمحرمه وتمخط ريت شامل فيهم ولا شو تعمل؟ تمخط في خشمها نعتذروا اللي ياكلوا في البوزه تو شو تعمل؟ انت تو عاد سيال واحد سيال يزيش تمخط يزيش مماتك ربي فضل شبيه مماتك شبيك على مماتك لا ما انت تقول لي هيفا وهبي تمخط لزوم ديكولاس به اسمعوا هذه موجود مش مريم عراقي عنده 30 سنة يتسحر حربوشة متاع نوم يعدي رمضان يعدي رمضان كامل راقد موجود ولا مش موجود يجي في السحور حربوشة 30 سنة مع السحور يتسحر حربوشة نوم وتفيقوا امه في ال لا ما تصورش لا يرقد فيق في العيد علي نجم يرقد بغير حربوش على ذكر يتسحر مت مرة في مسلسل فوزي باب معناتها يا اخي بالله اللي عدي مثلا 12 ساعة راقد في النهار يتسمى صايم لا مش يسمى صايم اما ال تو ما تعرف في الصيف ايش اقول لك تو في جويليا لا في جويليا اسمعني شو ايش تعملوا كيك في جويليا رمضان يؤخر حتى 8 غير 14 خبطر يعني ما نتصورش كان يقعد من لا والله نعرف ناس تقوم درج قبل شقلفت والله نعرف ناس درج قبل يسبقوا الماكسيموم مش هكاك هو صادق هو قبول الصيام عند ربي ولكن فما يقول لك مثلا اللي يسب اللي يغش لم يربح من صيام ولا جوع ولا عطش معناتها فما قواعد باش الكومبورتمون تاعنا اثناء الصيام يتحسن انك تقول كلمه زايد انك تغش انك تغزر غزره انك تشرب مثلا ماء وتعمل روحك ما وافقتش عرفتك اللي تغش تعمل روحك شربت حاجه خويا صادق حاجه اخرى طب الانسان راقد استاذ فوزي لا بحق ولا بحق اذا كان عندي المده كلها راقده طيب الفرائض نتاعو الدينيه ما قامش بها كيف سيام لا حتى الصيام ما يحسش بقيمته هذه الاولانيه فهمت وصيام كان التعب وكان لذه التعب تاع الصيام اذا كان ما تحسش به كيف يعني راقد يقوم بعد قبل بدرجين ربع ساعه طيب وبعد ما تجيش مش صايم معناها يعني فوالا في غيبوبه ترى موجود ولا مش موجود؟ موجود به هذا العكس تماما هذا اجتهد اكثر موريتاني سافر للارجنتين خاطر يصوموا فيها كان 5 سوايع في النهار موجود ولا موجود كيما عندنا نوفل برشا توانسه ما يقعدوش في رمضان في تونس خاطر ما ينجموش يصيموا هاي يمشيوا لبلاد اقصر عادوا ما ينجموا يفطروا لهنا شنو
ليه يقول لك ما نحبش نعيش اجواء رمضان رمضان جو رمضان جو رمضان وخاطر هو سبيسيال جو رمضان معناتها ما تفطرش كيما لي ريستورون اي سون با اوفير ما تتعشى معناتها في وقت معين السهريه تخرج معناتها حاجات اخرى بيان سور حسب رايك موجود موجود الكلكم موجود جواب سهل دونك موجود اما هذا موريتاني فاضي شغل به تونسي تونسي ضرب كوشه بالحجر خاطر ما لقاش فيها خبز مبسس عادي ياسر موجود لا مستحيل لا موجود موجود والله موجود ماشي تو فهم شكون حط الحجر في الخبز ما يضربش كوشه بالحجر سمير سمير فلفلك الحلقه اللي فاتت فلفلك البارحه الحلقه اللي فاتت اللي قبل قلت البارحه شوف نهار الثالث شو سبحان ربي في ساعه نهار الثالث في رمضان الشجر بلي نهار الثالث مش مازال 27 يوم 27 يوم ما احلاها تنزل اليوم اليوم تحسها معناها أخف. منسمه اي منسمه الطقس معناها الطقس منسم اي جاتك اليوم وجعت الراس ليه جهه اليمين شوي لينا هذاك يتفرها بعد نهار الخامس خاطر نهار الاول شربت بانادول نهار الثاني ما شطر فيرفيكس نسول تخيك سيكو العطش قتلني اه اه سي ابيرون وينو سي البيجي بالحق مريم عطشت وينو سي البيجي ماهوش موجود الخبر غلط مش لدى شكرا برافو سي ايش دخل بالفيستا فما حد ضرب كوشه بحجره ايش الدرجه اي لا مش حاله ايش ترى مصري ما عجبوش شقال الفتره يا اخي طلب الحاكم المرته موجود ونشجعوه هذا شنو التهم؟ لا مش موجود. موجود ولا مش موجود؟ موجود ونشجعوه خويا. طلب الحاكم الو؟ ترى انت المصري ترى الو؟ ايوه يا بي. ايوه يا باشا. انا الحاكم يلا. ايوه. الو؟ الو؟ شرطة الجيزة تفضل. سيخ خيش عت باش. اهلا وسهلا تفضل. انا عاوز اشتكي من مراتي سعادة الباشا. ليه هي خانتك؟ لا. خانتي يا باشا. ها؟ دي عملت مصيبة يا باشا. ايه ايه المصيبه دي اللي باللي يحصل ده ما طيبتش شقل الفتره عامل ليه ايه يا باشا انت تتمعصص عليا لا والله العظيم يا باشا طب علق علق لاجيلك اجي اتعشى عندكم اه درجين درجين واجيلك درجين واجيلك يلا غلطه دونك مصري موجود ولا مش موجود ماهوش موجود مي بار كونتر الرجال كيش يبداو يتبلاو بسبب الحشيشه حاجه هايله برشا نحبوا نشوفوا نعطيكم اكستري معناتها من الرجل التونسي كي يبدا محشش اما الباهي في التونسي على قد ما هو محشش يقول لك مانيش محشش هذه اقوى حاجه في الرجل التونسي ترى صباح الخير حبي صباح الخير صباح الخير علاش ما تجاوبش؟ صباح الخير شنيا شبيك ما تجاوبش؟ شنيا شبيني ما نجاوبش؟ شبيك انت على الصباح انت؟ شبيك انت على الصباح انت يا عمار لاباس ما هو لاباس على الصباح رمضان راهو راني خليني يا عمار انا ماشي نقضي انا رمضان راهو حسبني نحكي معاك على الفيسبوك عملت فيو ما جاوبتكش بسيف نجاوبك انا دار فيك محشش اسمع نقول لك الليلة باش نمشيو نتعشاو في دار بابا. علاه ماشي لدار بوك؟ علاه ماشي لدار بوك؟ علاه؟ نقول له صباح الخير يقعد يكح سقال فتر انا نقعد نستنى فيه. ما نمشيش لدار بوك كان. ما نمشي ليش؟ لا لا مش عيشة هذي. والله لا عيشة هذيا. ياسر محشش ياسر راه. وين ترى فيه محشش انا تاني نجح. ترى فيه محشش ترى فيه محشش تو هذا وجه تو واحد محشش انا نضحك تبيع زيك انت بابا اي زقرب بابا ترى فيه محشش انا والله يوسع في بالي يا اخي اول مره نسيت بابا اه بابا لا تعطيني نشري جلاس ترى فيه محشش انا محشش انا تشوفي فيا شوفي فيا محشش انا تو نتاع واحد محشش انا ذا مانيش محشش راهي ذا سي نورمال متكيف ستة باكوات دخان سي نورمال ستة باكوات انا زيدي زوز نف ونحل قمرك في صدري ما تريفي فيهم ستة باكوات مين تشوفي فيهم هاني ناس ها محشش ها خوي السلام عليكم خوي رمضانك مبروك ان شاء الله كل عام تحب خير عايش خوي
شبيك؟ نهزوا عديت خويا من قالت الذوق. برا قالوا عديت يا ولدي روح على نقط لك قالوا عديت. يعيش خويا تتلاق لك برا يعيش خويا نخدموا على رواحنا. برا مشي روح. صلي على النبي يعيش خويا. انت بيدك ستيك بكلها برا يعيش خويا برا روح صلي على النبي. شوفي فيا محسس شوفي فيا محسس شوفي فيا محسس انا ماشني محسس ما نحسسش انا في رمضان صلي على موليك شبيكي اسمع شبيكي تبيعي هات مصروف باش نمشي نقضي مصروف ما عنديش مصروف ما عنديش انا مصروف ماري كل هاتي مصروف هاتي مصروف بكشي انا نكور انا في مانشستر يونايتد يا بنتي مش محسس انا وقتها يزن هو وقتها انت ودي معايشني محسس وقتها يزن هو خلي يا ربي مش محسس راني على يا ربي زيدي غرد زيدي غرد لبست لي بطمان نهار الكل تقول لي محسس مش محسس اه يا ربي علي لاي شكل بابي يا ربي عليه مش محسس تاشكون هذيك شنو محشش شنو شفتي مش محشش مش محشش مش محشش والله محشش يا اخويا محشش وتعمل لي عمله شوف ما يقول اسمع قل لك اسمع ما تهبنيش ما تهبنيش انا قلقه ومحشه ونجم بعد شق الفطر ما نلقاش اللي جات هات الفلوس اسمعني سبت علي عزيزتي وخليني نمشي لدار بابا سبت علي عزيزتي برا امشي عليا سبت علي عزيزتي انا سبت علي قلت لك سبت علي عزيزتي ليه عاد عزيزتي يكوات يقعد يكوات باي باي شلفحتي لي المريول لا وبلوس وبلوس كريم قدم لي الورقه دونك توا موعدنا مع اعطيني كريم لاكيد هاي هاي موعدنا معاه قدمت لي بالله لحظه لحظه موعدنا معاه مع مع اه موعدنا مع فم واحده بلعت لحظه حرف بلعت حرف القاء موعدنا مع بلاي كيدز انت زادة اذا عمرك اقل من 12 سنه انزل بلاي وابعث لنا على 58 080 امور جديه دونك باش نوفروا اكثر سباس انه فيديوهاتكم تتعدى كل يوم في شهر رمضان بلاي وبلاي كيدز شكرا على تفاعلكم نرجع لكم بعد الفاصل